يمكن يا فندم شاهد عيان على صندوق تحيا مصر الاسمرات وبشائر الخير، وفعلا بيتعمل رحلات مدرسيه دلوقتي بتزور هذه المناطق. انا عاوز اقول لحضرتك فعلا يا ريت الجامعات والمدارس تعمل رحلات فعلا فعلا لهذه، لانها ابواب الخير. ابواب الخير دي هتبقى فتحت، وزي ما قال سيد رئيس مجلس الوزراء فعلا ان عاوزين ننمي ابنائنا واطفالنا على الخير. هو دي رؤيه الخير. انا جالي يا فندم وحقيقه وفود من دول عربيه وخدتهم الاسمرات، والله ما صدقوا لما طلعوا عملوا لقاءات مع السكان ان خد الشقه ديت بالفرش اللي فيها بالعفش اللي فيها كله مجانا 100%. مش عاوز اطول على سيادتك وعلى الحضور. الحمد لله رب العالمين، صندوق تحيا مصر فعلا هو نور ساطع، هو كوكب خير بيطل من سماء الخير على ارض الخير وهي ارض مصر. وربنا يجعل كل اجتماع مع سيادتك خير وكل كلمه خير في ميزان حسناتنا جميعا.